صيامي شو، برنامج رمضاني فني قريب على القلب، بيحمل كتير مفاجآت وغني بالسكوبات. تابعوني طيلة الشهر الفضيل مع نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية. صيامي شو مع محمد قاسم الساس على نينار فم. على نينار فم. صيامي شو مع الفنان القدير دوريد لحام. أهلا وسهلا فيك أستاذ دوريد، شرفتنا على نينار أف أم، ورمضان مبارك. الله يخليك حبيبي، كل عام أنتم بخير إن شاء الله. وأنت بألف خير. بداية أستاذ دوريد، شو بيعني لك هالشهر الفضيل؟ والله يا قلبي بيعني لي كل المعاني الجميلة، بيعني لي المودة، الوئام، الحب، التسامح، كل هاي الأمور. ومشان هيك يعني إذا بتلاحظ أنه رمضان بيشبه دمشق القديمة، صح، بيشبهها كتير، وهي بتشبهه. يعني لما بتمر بهالأزقة الضيقة هذه وبتشوف كيف البيوت متعانقة من فوق، بتحس انه هذا هو رمضان، جو الحميمي والقريب والألفة والمحبة والدفء اللي عم تحكي عنه. أبلغ محل أو زمان أو مكان ممكن التعبير عنه بأزقة دمشق المتحابة المتعانقة، بالإضافة لذكريات السابقة بهذا الموضوع. لما كنت تلاقي قبل المدفع، صح، ما كان في شيء اسمه المغرب، المدفع كنا ننطر المدفع لنا نفطر على أساسه ونتسحر كمان. إيه، ما هو كان المدفع بدمشق، بساحة المدفع، اسمه ساحة المدفع، صح، بوسط العاصمة. إيه، بوسط العاصمة كنا نوقف نحن وأطفال نتفرج عليه لو بده يضرب المدفع. المهم قبل المدفع بنص ساعة تقريبا تلاقي هالأزقة عم تغلي غلي، عجقة، بالأولاد الصغار اللي حاملين صحون، الناس تسكب لبعضها، تتذكر بعضها. فهيك يعني هيك أجواءنا برمضان بالشام تحديدا، اللي مختلف عن كل المناطق الأخرى والبلدان الأخرى تماما. أستاذ دوريد، شو اللي تغير بين رمضان زمان ورمضان هالأيام أستاذ دوريد؟ يا قلبي رمضان هلأ ما عاد فيه هذيك المودة اللي كانت، يعني هي كمان الجغرافيا في بعض الأحيان بتحتم عليك المودة، في بعض الأحيان الجغرافيا بتبعد عن المودة. يعني انت لما بتكون بحارات الشام القديمة ومارق بزقاق وماشي هيك، بدك تشوف اللي جاي مقابلك حتقول له مرحبا، صح، عرفت، بتبتسم له وبتسلم عليه. بالضبط. بينما هلا بقى الشوارع العريضة والناس فوق بعضها ساكنة، ما عاد في هذه المودة أو هذه الحميمية بين الناس. يعني حتى وهذا أسوأ شيء كان برمضان، بذكر يعني الناس تزور بعض، تقول كل عام وانتم بخير لبعض، صح، تبارك لبعض. هلأ الواتساب نبعد لبعيد، ما عاد حدا شاف حدا. زمان التكنولوجيا والتقنية والسوشيال ميديا، عشان هيك أقول لك والله أنه بعيد عن العين بعيد عن القلب، فبعدوا الناس عن بعضهم بالعين، صفيوا على الشاشات. تماما 100% يا أستاذ. أكتر شيء بتستفقد له برمضان ضمن هي الظروف الصعبة يلي نحن كلنا عم نعيشها كسوريين؟ والله يا قلبي أكتر شيء بالتأكيد بيستفقد له الحضن العائلي. يعني نحن ساكنين بالشام القديمة، كنا بحي اسمه حي الأمين، بالبيت معروف البيت الدمشقي يلي هو بطل من أبطال مسلسلات البيئة الشامية، صح، ركن أساسي، الفسحة السماوية والبحرة. كانوا 3-4 عيال ساكنين بنفس البيت، نحن وبيت عمي وبيت عمي الثاني وبيت جدي. حلو. ظرفته وقت الإفطار تلاقي كل عيلة مادها البساط بجهة، 4-5 عيال قاعدين مادين البسط وعم يفطر وعم يستنوا المدفع على يفطر. يعني في جو إلفة ما عادش موجود، صح، للأسف صراحة. يعني بتفضل عادة أستاذ زريد رمضان يجي بالصيف ولا بالشتاء؟ والله إمتى ما إجا أهلا وسهلا.
تماما. بس اكيد يعني يفضل بالشتاء لانه بصير نهار اقصر يعني. صح. عشان هيك اللي عليهم دين من رمضان سابق بينطروا الشتاء بيوفوا بالشتاء لانه النهار بيبقى قصير. صح 100%. اذا بدي احكي معك استاذ دوريد صحيا، عم نحكي كيف بتجتمع العائلات على موائد الافطار والسحور، حضرتك بتميل اكثر للفطور ولا السحور كوجبه غذائيه؟ لقلك هلا بالنسبه لي مثل بعض يعني وجبة الفطور خفيفة والسحور خفيفة أيضا. تمام. والشيء اللي غلط عم يعملوه الناس إنه بيعملوا وجبة الإفطار بيدبكوا معدتكم دبك بيتقلوا ودسم بالتأكيد يعني معدة واقفة صار لها 12 13 15 ساعة حسب الصيف ولا الشتاء، ما بيصير ضربة واحدة تدبكها الدبكة. فليه السبب أصلا بيفقد بهالحالة الصيام معناه الروحي والصحي أيضا. صحيح. بيفقد معناه. صحيح. فلازم يبقى كل شيء باعتدال بالتأكيد. حلو الكلام. من شو بتتكون مائدة إفطار دوريد لحام من حيث المأكولات المشروبات والحلويات الرمضانية المفضلة عندك؟ والله يا قلبي لقلك يعني أنا ما عندي أكلة مفضلة، لكن بقول لك شغلة إنه أنا على الوجبة بحب أكل شكل واحد. طبعا. ما يعني ما بخلط يعني لون واحد فقط. حلو. فرض الفاصوليا بزيت فقط، فاصوليا بزيت تمام، كوسة محشي فقط لما تلبك المعدة وتكون مرتاح. حتى يعني هذا مور برمضان عادتي عموما بكل أيام يعني لألك أنا ما عندي عادات رمضانية وعادات غير رمضانية. يعني تماما ال 12 شهر عاداتي نفسها. حلو. ما عدا مسألة الصيام. ف يعني مشان هيك أنا كتير بتضايق لما مرة واحد عم بشتري من عنده قال لي ما بتوفي بتوفي وشي من هالنمط، تعرف يعني أكيد المفاصلة ولا بدك تأخذ وتعطي أكيد هي شغلتنا نحن بالشهر. فبالتالي قال لي والله ما بتوفي غير هيك والدنيا، وإن شاء الله ما بكذب لأنه الدنيا رمضان. قلت له لك شغلة؟ قال لي نعم. قلت له لا كذب برمضان وصدق 11 شهر أفضل ما تصدق شهر وتكذب ال 11 الباقي. يعني أكرم عند ربي. عشان هيك يعني بقول لك إنه أنا ما عندي عادات رمضانية وعادات يعني برمضان بكون ودود وظريف ومسامح، وبغير رمضان بكون شرس ولا لا. لا أكيد لا. صح. جلاب تمر هندي على أسوس أكتر شيء التمر الهندي. طبعا. صرنا اثنين معناتها. بحب التمر الهندي واللدعة تبعه. بس بس ليش سموه هندي ما بعرف، الظاهر من الهند بيجي أظني هيك. ما هيك معروف لأنه يمكن. أول أصول تبعه بلشت يمكن. من هنيك. في هيك حلويات مثلا بتفضلها تبع رمضان؟ برجع بقول لك الأشياء الخفيفة يعني مثلا ممكن أرصب عجوة بس ما بحب أخذ، وخاصة هالأشياء اللي فيها القشطة أولا بتبقى تقيلة على المعدة. صح. خصوصا بالنسبة لواحد مثل عمري بصير طول عمرك يعطيك الصحة معدته بتحلس على قده وتانيا يعني هي خطرة لما بتكون محفوظة حفاظ يعني بشكل جيد. تماما أوكي. بتحمض و... صح صعبة بجوز ما تحس بطعمتها بس بتأذي الجسم 100%، وخاصة هلا ما قطع الكهرباء وهيك الواحد بيخاف ما يكون مو تازة. صحيح. بالعادة بتفوت مع الست هالة اللي منحييها على المطبخ بتشارك معها بإعداد هيك الطاولة ولا لا؟ خط أحمر عند المطبخ ست هالة. لا أنا وهالة متشاركين بالبيت كله. يعني لما يعني هي بالمطبخ وأنا بالمطبخ. أوكي. أنا بالمطبخ هي معي تجي بتساعد. يعني أنا إلي غرام بتزيين للصحون مثلا. أنا بعمل مثلا السلطة، أنا بعمل حلو. الخضار اللي بيقولوا لها سوتيه. صح. اللي بيقولوا منيحة للمعدة كتير. طبعا. منيحة هاي الأشياء كلها أنا بسويها، فمنتعاون سوا على فكرة أنا وياه. خليكم لبعض يا رب. أي خليك الله يسلمك يا رب. القهوة السيجارة المي أكتر شيء بتستفقد له فترة الصيام؟ يمكن فيني إلك السيجارة والقهوة
مرتبطين مع بعض. لكن ايه لكن لك يعني هي شو بيصير مثل لما بتسافر بالطيارة هلا الطيارات زمان كان مسموح التدخين فيها بعدين عملوا لا قسم الخلفي للدخين بعدين منعوا نهائي التدخين كتير يعني الواحد لما بيسافر مثلا لأستراليا بده يقعد شي 12 ساعة فمن أول ما بيطلع بالطيارة بيحط بحسابه أنه التدخين ممنوع خلاص بينساها صح وهون هيك أنه والله رمضان ما بجوز التدخين خلص بينساها الواحد يدرب نفسه بينساها فعلا برمضان إذا بدنا نحكي اجتماعيا بتصير هاي العزايم والمبادلات العائلات تسكب لبعض وتجي لعند بعض ونحن بنعرفك حدا اجتماعي عادة بنشوفك دائما بالمناسبات وهيك بتبقى على نفس النمط برمضان حدا أكتف ولا بتصير بيتوتي أكتر مو بيتوتي أكتر بيتوتي كتير أنا ما بطلع بعزايم رمضان أبدا نبقى. وخاصة بتعرف يعني لدرجة موضة انه عزايم افطار صح وعزايم سحور ايوه وبهالمطاعم يعني بيحجوا المطعم كذا انا اطلاقا ما بلبي هي الدعوات ولا بدعي عليها مع يقيني انه ثلاث ارباع المدعوين فاطرين للاسف فهي بالتالي يعني شيء بلا طعمه شعائر انك تكون مع عائلتك وبيتك وجوك الخاص لانه هو جو بيرتبط بالعائله وبهي الحميميه اللي كنت عم تحكي عنها صحيح اكثر حدا مستفقد له بهذا الشهر برمضان بتقول يا ريت لو كان معنا على طاوله الفطور او على السحور شخص بيعني لك امي الله يرحمها وبس توقعت والله قلت أكيد ما في غير الواحد يستفاد لوالدته إذا بدي أحكي معك أستاذ دوريد فنيا عن حضورك ضمن موسم الدراما رمضان 2022 رح نشوفك من خلال تصديق بطولة مسلسل على قيد الحب للكاتب فادي قوشغجي والمخرج باسم السلكة مع مجموعة من النجوم الدراما السورية بداية عن شو اللي شجعك لتكون موجود بهذا العمل وقدي أنت راضي عن النتيجة واليوم بلشنا نحضر المسلسل يا قلبي لقلك يعني هي مجموعة عناصر إذا بيجمعها الواحد بتخليه يقرر إيه أو لا صح فمجموعة العناصر أولا نبتدأ مثلا بالكتابة لفادي قوشغجي ومعروف فادي أنه له تجارب ناجحة بمجال الدراما التلفزيونية فهي عنصر واحد معني تجي الشركة المنتجة كمان شركة على رأسها الصديقة ديانا جبور وهي عارفة شغلها منيح وبتعرف فهي عنصرين خلوك يعني تميل لأنك توافق بالإضافة نرجع للعنصر الثالث اللي هو المخرج باسم شاب صديق هادئ بيعرف شو بده وإله تجارب كمان سابقة صح مو بس بالإخراج بالكتابة كمان فبالتالي مجموعة العناصر كلها بالنسبة إلي لقيتها إيجابية وعلى الأساس قلت أنه لازم يكون موجود نتكل على الله ونعمل اتكال بعد ما اشتغلت المسلسل قدي حسيت أنه أخذت القرار الصح بالتأكيد يعني لقلك أنا مو أنه بعد ما خلصنا مشاور عقلي انه كنت صح ولا غلط لا من البداية انه انا فايت صح وبس ما بقى في نقاش بهذا الموضوع خلينا نقول الرضا اكيد رضيان وخاصة انه في مجموعة من الدراميين الموهوبين وعلى رأسهم صديقي القديم وسام الروماني يلي الحمد لله رجع واستقر بالوطن فوجوده كمان كان بالنسبة إلي حافز صح لأنه نكون سوا مرة تانية كنا على المسرح سوا ولا أقول قدام الشاشة الصغيرة سوا عم نحكي عن هاي الشراكة مع الأستاذ أسامة الروماني لما بيكون شريكك حدا من أبناء جيلك وخاصة عم ترجعوا تلتقوا بعد يمكن 20 سنة سوا بيكون التعاطي معه مختلف مع حدا من الأبناء الأجيال اللي إجت من بعدكم ولا هو التعامل كشريك
بيبقى واحد بصرف النظر لأي جيل بينتمي. والله يا قلبي تعاملنا مثل ما كنا نتعامل وقضيع التشرين وغربي نفس الشيء اللي هي المحبة والود قبل الزمالة. بالنسبة لمسلسل على قيد الحب، مجرد ما تم نشر بوستر العمل من قبل الشركة المنتجة كان في له للأستاذ فادي قوشخجي تعليق كتير مهم عبر صفحاته على السوشيال ميديا، وصف البوستر بالرديء وقال أنا ما بيمت لإلي لا من قريب ولا من بعيد، وبتمنى أنه تكون جودة التنفيذ العمل تغطي على رداءة هذا البوستر. شخصيا أستاذ زوريد، أنت راضي عن بوستر مسلسل على قيد الحب؟ بتشوفه منصف بحقك وبحق كل من شارك بهذا المسلسل؟ الحقيقة ما حبيته هيك بصراحة، بس ما حبيته بدون ما أقول لك ليش. يعني حسيته يعني فسيفساء مجمعة تجمع على طريقة الموضوع ما وقف على هاي النقطة فقط أستاذ دوريد، أيضا لما نشروا مشهد لحضرتك مع الأستاذ أسامة الروماني بتكونوا عم تلتقوا الصبح أنت وصديقك، فكتب كمان الأستاذ فادي قوشخجي قال هذا النص مو أنا كاتبه، هذا مو حواري، هذا بيشبه درس بالوطنية مأخوذ من كتاب وطنية، خطاب مانو حقيقي بين رفيقين من لحم ودم. إذا بقي الموضوع هيك طول المسلسل أنا رح أضطر أني أنشر النص كاملا أمام الجمهور، شو تعليقك؟ والله يا قلبي يعني أنا ما بفضل التخاطب عن طريق السوشيال ميديا بين عناصر تبع المسلسل، لا بيسوى يعني يكون في لقاء وش لوش عين لعين مع المسؤولين بالشركة لتصفية هذه الأمور، مو أنه نلجأ للفضايح وللخناق على طريق السوشيال ميديا. هو اللي ربما عم يوضح حقيقة موقفه قدام الجمهور، يعني ما بفضل هيك اطلاقا. مو غلط لما بيصير نوع من هالحالة بالتعاطي بين شركات الانتاج والكتاب بحق نصوصهم، كيف انت بتشوف هاي الطريقة؟ والله يا قلبي لقلك في بعض الأحيان المخرج إذا نحن بنثق فيه يعني بيضطر في بعض الأحيان يبدل شوي بالحوار، يبدل يقيم جملة يحط جملة بدالها، وهي مش جديد صح. أي بكل الأعمال كانت تصير، وخاصة لما المخرج بيكون متمكن من مهنته يعني، وهذا مش جديد وما لازم تقوم لقيامة طبيعي. إنه بدل جملة أو حط جملة محل جملة. أما بنوع يعني مثل ما قال الأستاذ فادي أنه تكون هي خيانة بالنسبة أنه يتغير نص كامل أو مشهد كامل أو هيك، بيكون الموضوع أكثر من جملة يعني، بيصير بيتغير يمكن حتى المضمون والمسج اللي هو عم يوصله. والله يا قلبي برجع بقول لك مو هيك تنحل هيك الأمور، مو هيك، مش بالتخاطب عبر الميديا والتهم والتهم المقابلة إلى آخره، لا، في بجلسة هادئة وحميمة بين الإنتاج وبين الكاتب مع المخرج، جلسة حميمة صغيرة، بجوز المخرج يعطيك مبررات تقنعك، فلسبب بجوز تقتنع بوجهات نظر اللي عم تهاجمون تماما، فلشو هالسبق لأنه ننشر هذا الغسيل. هو قال أنا ما رح أكون بلحظة غضب، رح أنطر لأشوف كل المسلسل وعلى أساسه، بس بالبداية أنه لما شاف البوستر وشاف هذا المشهد حاب يعطي رأيه علنا مثل ما كويس. لا يعني أنا بحييه لمسألة أنه ما حقول رأيي ليخلص المسلسل، بس سربت جزء من رأيك قبل. مع احترامي لفادي قوشي الحقيقة أنا بحبه وبحترمه بنفس الوقت، ولكل أسرة المسلسل كمان. طيب. نتمنى النجاح للعمل إن شاء الله بوجودك وبوجود كل هالوجوه الحلوة فيه. التواجد أستاذ دوريد بعمل واحد ضمن الموسم بيكفي؟ أنا بالنسبة إلي بيكفي طبعا، بالنسبة إلي أكيد بيكفي، يعني ما حلو أطلع كمان بثلاث أربع مسلسلات، هون جد وهون نصاب وهون رئيس مدير بنك وهون وزير، لا كتير يعني ممكن الشباب
تمام، تحب تركز العالم تشوفك بشخصية واحدة وتقتنع فيك بهالكاركتر وتعيش معك كاركتر واحد طول الشهر الفضي. صحيح. لو بدي ارجع معك خطوة لورا بالنسبة لمشاركاتك الدرامية الأخيرة خلال السنوات الماضية، ما بين على قيد الحب، شارع شيكاغو، بواب الريح، سنعود بعد قليل، أي عمل هو الأهم بالنسبة لدوريد لحام؟ هلأ ما بقدر حط على قيد الحب المقارنة مع هدول لأنه لسه ما شفناه ولا الناس شافته، أنا ما شفته لسه كمان. لكن بالتأكيد بحط سنعود بعد قليل في المقدمة. أكيد. أوكي، لو عندي ميزان قبل ما أختم معك أستاذ دوريد، لو قدامي في ميزان وبدي حط نتاج التواجد الدرامي الحديث والمعاصر لإلك مقابل أرشيفك الدرامي والمسرحي، بكل تجرد أي كفة منهم بترجح؟ أكيد الأرشيف. شو السبب؟ سبب لأنه باقي بذاكرة الناس لهلا وبيتابعوه لهلا، يعني لهلا بترجع بتنعاد هذه المسرحيات وهذه الأمور، بترجع الناس بتشوفها من جديد، مو شرط عم يكرروا شوف مشاهدتها، بس لا ننسى أنه كل سنة بيجي جيل جديد مؤهل لأنه يشوف ويتفرج. مشان هيك الأعمال القديمة اللي فيها نبض المجتمع ما بتموت 100%. وارد أنه اليوم النتاج اللي تواجدت فيه بحقبة المعاصرة خلينا نقول يشكل أرشيف لأجيال قادمة، ولا بيبقى الأصل القديم هو الذهب؟ لا بالتأكيد يا قلبي، بالتأكيد كل ما يعمل وخاصة لما بيكون شيء الناس رضيت عنه، رضيت عن مضمونه وشكله إلى آخره، هذا بده يبقى أكيد، بده يصير بالتالي تراث مع تقدم الزمان. بالتأكيد بده يصير تراث بدون شك، وحترجع أيمتى ما عدته الناس حترجع تشوفه، لأنه برجع بقول لك إنه إذا انعاد بعد سنة في جيل جديد خلق مؤهل لأنه يتفرج ويشوف، ودائما في أشياء جديدة. مشان هيك بتضل هذه الأعمال حاضرة بقوة رغم السنين. الفنان القدير دوريد لحام، صيامي شو حلي بوجودك، وشو حلوة الافتتاحية تكون معك، شرفتني على نينار اف ام، ومرة جديدة ينعاد عليك. يخليك يا قلبي، شكرا كتير، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله رمضان هذا بيكون افضل علينا وعلى جميع الناس. آمين. من الايام السابقه ان شاء الله بيكون افضل. نتمنى وتبقى بصحتك ويعطيك طول العمر وبالنجاح على قيد الحب، ونشوفك دائما مثل ما عودتنا بحضورك الحلو. باعتبار انتم عاملين اسم البرنامج عربي اجنبي، يعني صيامي شو، اي لازم نفطر على همبرجر بقى. اي لازم. حلوة النكتة منك اخر شيء. شكرا كثير استاذ دوريد، مثل العادة قريب على القلب وبتاخذ العقل، شرفتني حبيبي. صيامي شو برنامج رمضاني فني قريب على القلب، بيحمل كثير مفاجآت وغني بالسكوبات. تابعوني طيلة الشهر الفضيل مع نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية. صيامي شو مع محمد قاسم الساس على نينار اف ام.